نان خوشحالی جارە دیە مهین گەشتنە فێک و دوژ بووی پێشکەشکردنە بەرنامەی هەواوی ڕۆژانە ئێڤارە بەدنەن بینەران ببوورن بەر ڤێگیر و بوونا چەند خولەکە کاپ ئەگەرەکێ دەنگی بوو ئەڤ گیر و بوونە چی بوو بینەران وەکو ئینزانن کو ئەڤ بەرنامە ڕۆژانە تێدا پێشکەشکردن و ڤا ڕۆژە ژیدا ڕابین مێڤانداریە کەسانێکی یان چەند کەسانە بۆ یەکێ ڤێری گفتوگۆی بێتەکەن چاو گفتوگۆی یا گرێدای بی پرۆژێڤە یان ژیا گرێدای بی بزانین و زانیاریەن مێڤانێ مەیە ڕۆژێ بۆ پتر خزمەت کردن هەوێن بەڕێز ئەفرو کامرا بووینە مێوانداریە مامۆستای زۆر بەڕێز مامۆستا مەڵا ڕەشید سگێری ئەندامی یەکێتی زانایان ئیسلامی جیهانی بابەت ئێمەی ئەفرو کانە هیا خودی دل سەر وا کەسابیت ئەوێت ناڤا ئیسلامێدا ناف لێنای سەر کردە ئیسلامی چ گوتیە بوو وا کەساوێکو کریە سەر کردە ئیسلام چاوا کەسانت کەتە سەر کردە و سەر کردت ئیسلامێدا چێت بن یان خەلک چێت کرد هەگەر سەرکردەی خۆ فەرز کرد ئیسلام چت بێژیتێ و چاوێ موسڵمانە دا چ مەسیر بووی کەزی چێت بیت ئەو پرسیارە و چەندی پرسیارێن دیێن وەکی وا دیتگەل مامۆستای هێنە گفتوگۆ کردن هینێن هێژاژی وەکی هەمی جارە شێن ڕێوان ژمارە وێن سەر شەش ئەمە دیار هین پەیوەندیمە بکەن سەبارەت بابەتی هەر پرسیارە هەو هەبیت دیهێتە گەنگەشەکرن مامۆستا دەست پێ کێت و گەلە بخێراتی سەرسەرە سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێڤارە بادینە زۆر زۆر سوپاس مامۆستام دێ ئەل ڤێ پرسیارێ دەست پێ کەین و ئەم بەحسێ چاوانیا یانم بژین نێڕینە ئیسلامێ یانم بژین دانانە ئیسلامێ بوو کەسێکی کوب ناڤێ سەر کردە ئیسلامێ چاوا کەسان کرینە سەر کردە هەر کەسێکی بیت گوتیێ تو سەر کردەی یان هەندێک ساڵوخەت ئەل دەف هەبن گو ئیسلامێ باوەری پێیینا بیتە ناڤێ سەر کردە لێ بدانیت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سركردة زور جرنجة يب جريدة يب بيفا يب سركردة و يب قيادة و يب مسؤولة و ملاد ريجا هشته و بينج صده طبيعي يب بيفا جريدة تأثيروي ديال سلوي خلقي هبيت يعني ريجك يلاك يعني يوم أظن إحصاءات في قبيتات نكرين الغربين هو صي كشف كري بأنه سركردة تأثير الخلقي كان برخي خرابية بجي وبرخي باشية هشتي الصدي ويفا يعني تأثيره وانهندا مظنة الإسلامات كده جهاد بحث كت يعني بيجتن هنجيك سركردية وهنجيك قيادية شبتي يعني أندامك الجسد جسميت بين قلب بل. تبي جريدا قلب بقبي مخططة وزير التخطيط بالنسبة بهمو أندامة جسم إنساني بل. أندامة دي همي بالنسبة دلي جنودا عسكرا لك حركة كيف كان أو تخطيط يا دلت كت يعني تأثيروي السر أندام دي الجسدي بهذا بيغمبر جي شاري داي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت بفتح اللام أو دم هل كدرسته صلح الجسد كله أو تشكي ملكة أو ملكة كذا إسلامت يجي طبيعي زور اهتمام داي جرنجي داي فان إنسان تاني كيف مروف تاني طبعا او اوصاف التدفن بو چونكي او مروف وقت اف اوصاف التنية بكودي نكيبه بحث كان يعني اجل دفن او رأسا ملتي خوجي ديشين وكي خولي كان ملتي وي دي شاف ويكات ملتي وي دي بري خودتي وي ملتي وي دي ويكات قدوة ملتي وي دي بخوكتا يعني شاف ليكر فالبرف كانت الاسلام كده ظهور اهتمامك مظني دايا كما تكون ويولى عليكم و پشتین گه نقل دقت مگود که کش علماء اختید بیشت خلیفه بیشت زعیمی بیشت اینما انت الزمانو فا اذا صلحت صلحت الرعیه توی زمان توی همو تشت یعنی توی وقت اگر تو چه بوی تو انسان اگر بکفتی ساره ملتی تا و خلکی تا و شعبه تا همو ده کفی تا طبعا ساره فالبرده چنده تأثیر آوی السر خلکی كو عالم او كي خولب كد چب باشي چب خرابي اسلامت كي زور اهتمام دايا يعني اقول بيجن سر كرده سر كرده اسلامت كي دا ممارسة سلطت كن ممارسة سلطت كن ممارسة تسلط انها كن طبيعي تسلط او شيان التهي تو بخيا طبعا خزمة خودا عالمه يعني بكيا خزمة كاري خو مال ملتي وإمكانات ملتي دستي خوتو دانيا سل بجنبه تسلط
درجه السجون تا يدفبيبا وتوي مهيئ بي وقسوه والرقي واسلوبه طبعا يخرب انسان كار بين تجل ملتي خو بجنبه تسلط تسلط دنياي مروف ذا شعبي خلكي بامكانات ذا ديكايا يعني او تسلط او انسان طبعا يخرب ديكاتا خزمت خودا ديكاتا خدمت خودا. اما اسلامتك نا اسلامتك سينو بالله داناي ايكي شواني قلت اجير او انسان يتشور كت كار بارك يعني كار كت كت مقابل وي باري عوضي ديداني اجريوي زياتر نادني كاچان شور كر ديداني تعباوي بري بالضبط سر كردت اسلامتك دا اجيرا نابكي دي سيد القوم خادمهم خادم خلقية نابكي دي بين عمال بلي خب دي ابان يعني القاب التاني اتاطي ندانات اسلامتك دا بسر كرده اجيرا وخادمه وعامله بله طبعا اول ويب چی ده در وی وقتی اسلامتی طبعا ده لیکیشی بواریه صحب سیقه ده لیکت مثلا انسان حدیثا پیغمبریت بجیدن من لم یشاور الناس عزل وقتی تا دی سر کرده ده اسلامت که ده دستاویده مستبد بو یعنی اتفاق کیف خود که رو بریار کیف خود چه حساب بو کسی نکرن عالم استخفاف ملتی و شعبه و استخفاف قومه هیچ قیمت نده کسی بيجد من لم يشاور الناس عزل لازم بهيدا عزل كيرن فورا واجب سر بسرمانة واجب سر في الرعيته او رب يأت نقل بريار ابدت او يعزل كيرن عزل يعني درب يخيط او بكيهنه من لم يشاور الناس عزل. اما مقولة اسلامة كيدا افنوفا يسر كرده دانا يسر كرده او انساني وكود بيتا سر كرده بيتا مظن بيتا بربرس بيتا ريبر خادمه وعامله واجيره ادبي زياتر نيه يعني تشتكي دينيه اگر يك تجاوز طبعا بكت البان حدود تاني اسلامتك شرعيتوي اساقت كده مثلا اگر يك رابي طبيعي اوجش خونه با چكي كرسيك دائما مغريه كرسيك دائما عالم سكران كت انسان وقت سكران بدو تشتا انسان بيتا تماشا اكشوان طب بهنه اکشوی عراقی و خود سریوی طبعا بگیرید یه دیجی سکران کرسیکی ها سکران کرسیکی او انسان معدنوی ردی او انسان نفسوی نعاوا او انسان یه وکو تمام نبو یعنی تمام نبو که نایب که به صحبت نایب البلوی چند کرسیک دیوی سکران کرد و او کرسیکه طبعا او سکراجی سریوی برنادد هنگی تو نصیحت علی که هنگی تو انذار بده هنگی تو مانع بگیره هنگی تو مظاهره بکه هنگی تو دنگی خوب بلند که هنگی تو یعنی زدهی باغ وی نق نه بردت سه اما که خود پری بچت یعنی ابدا هنگی دی بردت لحظه الاخیره وقتی آه ویره وی تیتا گرتن وقتی ویره وی ها تا گرتن جد بینه مصطلح دینی دی یمد بجل وقت ضایع یعنی او وقت برزه یعنی چه فرعونی قلت الآن آمنت بس بوتشاوي دبل بري بغرق إيمان دائما تغاضي وكهمي وكيكن يعني أبيك أو إنساني وقت إسلامت كده بفت سر كردائت يبكت وبيرو كت سياسة ظلم كرني إنه لا ينال عهد الظالمين ظلم كرنا سر كردائي هل ويقا في أوي وثيقك إنا وثيقة دست خو إدانة خو كر اسلامت که دم رو به ظالم شرعیت اوی نامیدید ملت اکه خوله بیدن کد و بجیده بله همه پره ببچیت همه کده او ملت توانبار رجا قیامته او ملت خیره نویج و روج و عبادت خو نابینید نهائیا بو چنکی ادی انسانی ها ابی وکو سرکرده تواند کد ای ممارس سیاست اکا خطای کرد یلک چه او جی طبعا ظلمه آن سیاست اکا تو بجی شراء و الضمائر وكي تدير مثلا انسانا كمال ملتي الله بيدا وميزانيا هاي باري هاي بدل في باري دنيا آباكت عالم اسعاد كت عالم بختور كت عالم محتاجية تيب قتين عالم الطنقافية خلاص كت درابط بي مالها ضمائر عالم بكريد دهندك انسانا بكريد هاي بقبان بينيش وقت البيتا نسكي انتخابات نيا او سيك جلق شولد كت هذا شو دفعه او شو دفعه او انسان ويتيري چي تدفعه ويتيري مفروض او انسان بيهتا طبعا طرد كرين چي كير چي تشتانه اي صحبته وكذا سياستا كرينا ضمائرا اسلامت كده او جي شرعيته السر كرده التيخيت
قياده تاخد مسؤولي تاخد وقت انسان بچاو خديت امروف اتكريت ضميروي اتكريت وامروف نمنتجه او مروف نصانعه او مروف خير سريوينيا ابدا هم انسان كي اتكريت ده هوجا بيته كي روجا كي بي انسان ها ده بخوب كارين بچا بيشتن جلكو سلطه اسلامت كده سر كرده اباب كارينا راسا شرعيه ونامين راسا بوم التي هي بيشته راوستا يديتو يعني حكم الجل مناكي اگر تو بري خوب ده مثلا سياسه دروي اگر تديت اسلامت كده سر كرده مثلا دراو ديال ملتي خوكر وعد داخل كي وعدي تي طبعا باي لي داو شو اساس بو نبي كذا او دراو او يعني بلين مثلا وعود داينو كذا يعني نبني ندي مايكي بيش راسا شرعيه تويدي كبي تمام چونكي مروبه مسؤول سر كرده لازم محترم بيت لازم اب هيبت بيت لازم اب سمعت بيت لازم اب ناب بيت لازم اب ثقل اخوها بيت وقتي كي دراو كر وقتي وعد دا نبره سري ده تخوري پیش عالمه ناب چه اهده تخوری قیمت و اینا میدید وقتی ها تخوری قیمت نما افا سر کرده وقتی وضعی خراب بید و قیمت نمیدید تو آخف نوی کس گوی خونه ته افا ملت ده مبتلی بید ملت ده غرقید ملت ده طبعا پیش بید زور چه بجید حتی مثلا جلک خص خصا کتدی سر کرده مثلا خص خصا مؤسسه دولت کرد بخو مثلا مؤسسه امنی یعنی عسکری بس دانه حمایت وی بکد و بضد الشعب دي شرعية توي كبير أو المؤسسة ديني مثلا تديد مزقف كار إنا من بل بصب الصالح يخو فقط شرعية بجد إسلامة كده ما قلت تسر كده ظهور مهمة چنكي ملاتي بيوة جريد زور جان أمسلم دي في پيوان دي ورقين وقرين و قاق بارزان افار باش سر چاوين قاق بارزان فرمو برا ترشمش تك من دس خوش بون جنابت زور سپاس ديجي إسلاما يعني أوي أي جنين ديجي إسلاما بمعنى أنا ما نعرفش كزلم من خلفك كل خوايا هذاك يعني متى يعصب تو أذان ركن ما كنت بستان تمشاكي فتان نو تو كيف تقريبا مسلمان ودير له مسلمان في أمرك يا سيد ما كردستان بالرب ده شد ديش قرآن ديش يا سيد ديش خمسة تكا آية ما مستاي أي رولي أمرك شيء ده فتان أنا بس قصة ذاك أجعل قصة يا زوج فانا قصة كان فرمو أوش مش قصة ذاك مدى صلاة عالم أما جيش إسلام يا مثلا أي راي خوي راي ما مستاي يعني أي إسلام بقشتي بكردستان بدي راي عن شيء بدي هالويستي عن شيء بدي أمبر أمدى صلاة زوج ممنون تمك أكبر زوج زوج بس ما مستا قاق بارزان بجيتن ما مستايت آيني توانبار نينن كونشين أفي خا أفان خالين جنابتا قوتين يعني بو سر كردي بو خلقي بو هميا ديار كن يعني توانا وانا چيه كونش يانا في تشتي بكن يانجي جنابتا تبيني تشيانا وكريا لي قهدار نبوا أبخون أغلادشي ما صعبت السر كرد طبعا مصيبة مازن عبر التاريخ هر علماء بونا بل اجا عالم بدات دلخو قايدة حقيقية يعني قيادة حقيقية لبادا چمكي اكد بي جيجيري پیغمبرية بل اجا انسان بيت او وكو كا پیغمبرة چوا دعوة خو يان دي او جو صبقين مثلا وقت سجن بهتا كرن طبيعي بيدفي وقت بهتا منع كرن طبيعي بيدفي وقت تتا برشي كرن طبيعي بيدفي شبكي بريكن حق نوايتا هل قرتن إلا ببان إنسان وقت مثلا قرآن شمد بيش وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا رأسا طبعا بيرواد بنفيد كرن بس ديان بيشان دي بس تبارك بسيرتا بيغمبر هميا يه بالمقابل أبي وكو مثلا راية باطل اللبيضة طبعا ويش تنازل نكية ودائما باطل جلق جاردت وبيني بقوة ترى الحقية بناحية مادية با سلحي بقوة ترى بوري مروفتي بقوة ترى إعلامي بقوة ترى بس حقية قوتك وذاتي هي يعني نأملا إماما طبعا نابجم هميا
بس نخي واجب اخو ادا نكر يا حقا يعني اف انسان ثاني مغبوش نغلطي ما صحبت كر بيغمبري عليه الصلاه والسلام قوتي العلماء وامناء الرسل جهتوان وجه يعني كل بجنسي قوانا زوجان اهنجيك التأييد وبشتفاني نكري مثلا بو السلطه او السلطه مثلا ديري حقيقي اجل وكر اول وي طبعا لقبيه وخلاص بنا ونامنا في انسانتها وملاجي تبي حتى امام جي اكر تشتكي ببيجي انبياء خدي تعالى وقت توتن وقت ابتني وقت خلكي طبعا جوه خونه ده خوات شاد بيغمبر عهد مكي نشا نجهاد بكتونه كذا تشكي خلكك دفنك ابو عيسى عليه السلام بيش من انصاري الى الله عالم يجي لازم عندك انسان هبن تضحيه بدن عندك انسان هبن بامري وي شول كان عندك انسان هبن بتوجيهات وي شول كان بيجي بي ملا لسان من بري مثلا بينا خارب بن خلكي مسكف تهميد بري خدني بلا تجنون اخو خارب ما ها داست خود ابسر خو بني ما تبوشي او نزان يعني اف اف مبادئ او حقي اگر انسان طبعا ابطال نبي نشد برابن اذا تنازل طبعا كل حق حتما ولا ما بقى باكثر وان نب صفا شعبينه وانما ايت صفا زور شو كامل ديك كاك مسعودي ورغرين كاك مسعودي فرباش درو دم باش باشتر سر چاوید من كرم كاك مسعود از دل خوش يلتو ميواني دبتا زور زور سپاس فرمو برا من اس بينم كو مامستان حرم كردستان برول خو نرابو اينا بلي بغشيار كرنا خالكي بغشيار كرنا بصالاتي ويش مزيدا شرحنا مامستان ديني بگرم بس مزيد يعني هريك تابعي لعين اكينا هريك يعني نشعنا وطارك ايجتي رول خو براب نشعنا يعني دا صالات برپلسا زوج جنشتا با دسترات جی دسترات جی خودم دایتش دست خود اینا زور جان اکید کاک مسعود اسم ممنون جناب تمه بو چونا ماموستا جید گل یا تبو کاک بارزان جی هر و گود ما دو پاتی لیکر از باور ما ما گنگشل سر بی بابتی گر ماموستا ام دی بحثی هندی که این کا سر کرده ای و چه وصف الدفه بید و چه واد ناو خلکی دا بید و کی همی خلکی بیتو بچید و کی همی خلکی بخود و خود هندک تشت الدف و خلک نبینی تنشوی مستره دائما بری کسان ببنه سر کرده گلک بخوب متواضع بینن ارید ناف اسلام جیدا سر کرده خوب متواضع دید یا پشتی هنگی دست هاویت یا قیل و قال اکادی و بو اتشتکی دی و درگه حاطی نگرتن و ریک حاطی نگرتن و حتی دیمایه افغو طبیعت بشری ایهویه اگر انسان پشت راز بی که کس نیوی داخت کرد و کس نیوی طبعا بوچی بداخه دهه تسر ریکی طبیعت انسانی ترکیبه انسان دائما این نفس لأمارتون بسو دائما الا ما رحم ربي الا رحم ربي افيا بل يخبر بوشي اسلامتي عقوبه دانائنا بوشي اسلامتي ترغيب وترهيب هر دو يداناي شي يلاك انسان ترغيب نايد يعني تبيجي كي بتشتهي حرامه محتمله طبعا اي او يا دي خوده ده باش بس رجا ماستر خونه ده باش لا تداخ كي بيجي بيجي طبعا اسلامتي طبعا خلك بي سر كرده اسلامتي دو انسان اوابون اوان دائما ايمان هبي بروجا حسابي از دي بحثي مروفا كي كم قرآن بحثي لي كي كي نمونة بل اكي ظلامك كو ابا نمونة كا جالك تازاية حكمي دا او جي اوا بجنة ذا القرنين قرآن بو تي قصة التينيد چنك قصة يعني قرآن بو هندي دا ام بخو بنده و درسي و عبرتي لوار جرين بل بحثي في سر كردت كت بيچوا شرق وغرب كطلبات بإنساني چه صفات ده في مروفي هبي چه بأباء يعني جدا كري جواز كري الإنسان دي قرآن بحث كد بيشت أول دستوري وي دستوري في ظلامي أبي سر كردي أبي حاكمي هندك بنوت تيدا هبين أو بنوت أون يتوكو حياة بآفض بيت أو بنوت أون يدتا سر كردي نجاحي وتمكيني وسركتني وقوتي وهيزي و أكد بيجن أو نقطة شيء إيش وان أو بيجتن عقوبة دانا إنسان موسيء ومكافأة كرنو وأكد بيجن تحفيزو أكد بيجن يعني بادانا إنسان قنش أبد إسلامت كده هل دستورك أبد نافذة طبعا تبيني في وقت حاكم وقت في دستوري أو في بندي تطبيق كده إنسان موسيء داخل كده وإنسان محسن مكافأة دته
دي چلي هت وضع رأسا راخو دورت في حاكمي دي كون بن إنسانة منتج إنسانة عظيم إنسانة طبيعية إصلاحي إنسانة چاكيت كان إنسانة ضمير آوا بو چنكي مبدأي والدستوري ويداي هاي هل إنسان وكو چاكيت كت وأما قرآن بيشت وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا عذابا نكرا يعني عذابك نكيرا يعني وكيوي عذابينية خده دي أو كتا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أبا بندي ودستوري بي قانونك دانا إنسان بيت حجم خو درب كبيت يه جندل يبكت يه فساد يبكت يه وي كرسي كي استقلال كت بخو وعائلة خو مالا خو رأسا داوي داخ كت أو داوي داخ كت يعني إنسان كي مثلا تعدوي كربان إنسان كي يكد بيجن يعني آلاء خرابية بلند كربان او رجل الصالح داوي داخك دا داستو بيتوش كيني داوي انساني بكوتاية ببيني دا با براي بقل بيني دا قل بيني بو حياة دا بيش كبه و انساني منتج و انساني صالح و انساني صادق و انساني شجاع و انساني يعني يهجك او انسان تحفيز كرو مكافأة داية و جهد داية و ناف داية و قيمة داية او راكتو بري خوده في بنده يعني الدستور في حاكمي دا دي بري خوده اوه بنده ملت و اوطان ويران كرينو و بسرق داينين كذا دي بيني حاكم اوه بعكس طبعا تطبيق كد مروفت فاسد و مروفت مفسد و مروفت دزيكر و مروفت دروين و مروفت جبان و مروفت يعني هرو سر حبل كرات قسن جهواني هاي الدفي خيبته ويا بكريه أو إنسان تاني كسنا شد أصلي خود رشكته ومروه يعني هم وان مكافأة كده وان مكافأة كسر فساد وكذا إنسان صادق وإنسان أمين وإنسان إنسان شاك وإنسان وطني نعم هي محاربة أبا بندك بل أبا طبعا يا رجل الصالح كحاكم صالح لازم دستور ويده بيد بندك كو إنسان موسيء رأساً داخلت وإنسان باش بلند كت وقوة بدته زور جان أمسطا أم ديوه هر دور پيواندي واقين برادا سهلين و ديوه بنا ديمو هيك پيواندي خود حسكت چنكو مهن دمنا ما كاك سليم إيوار باش ألو إيوار باش كاك سليم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فرمو برا كوي بلوان خيرات نمي بانتات كان زور سپاس جی سفرازی راستی میگونه که بارزه ممنونیت اما کاک سلیم فرمو اولو من پسیار من دو پسیاری تاییم فرمو هکر کرتی بن یو اکی برپرسی هری بچیگ مثلا شترو خیزانی او حتا دموهیه بله که گونه هایی چه برپرسیاتی هایی او کادی سیده چه برپرس کرده بله او ای زور سپاس بوده مامسا یوسف ایوار باش باشتر باشتر سر چاوی مکرم که ایت خلاف نسیده که زور سپاس باید چند اونکنه که که من راسال چند پیسه ایجی دهنه کرم که ایتی پیامر صلی اللہ علیه وسلم دیجید کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی بلی امام راعین و مسئولون عن رعیتی حتی دمائی که بلی یعنی ویدو آبه مشکینه اکید بجن اگر هر ملت اگر ملا من امامت وليست ورثة تغنبرة نصلا كان مالاو رئيس باجبون أو ملاد باجبين أكاو هاردو خرابون هميد خرابين بل يعني قابي جالك جالك من جالك هوالتين من جالك خطبة عن التشيني يعني مالاو تشتيكي وصا فايدة ناقين تعمل تشتيكي وصا دي بيجيت يعني جارة باشتر بل يعني مرسل تنو اتشي افويري نو اتش مفوي دفو ماموستاي خطبة سر مريبش راضي يعني شما جامعة كما الخطبة شوي ملايساني داري قد حرام من ذي بسرش سيدا بيان قد حرام بشريعة دا ما انجلتم خوبشان دام اضراب افشتا بنكيرن بل حرام امروف يكوالي امري خونه چي خود بان شوش ما ملايكي بسر من بره قد اي بحشي سر و كيب كت هما خوصا او ديب كت في البسن جا خوب شد تو توبه كت داري بميد يعني اگر زبط يعني رئيس وكيف وانو بيتنام خلقي داد زور جانا سرقيرا بيتو سرقيرا بيتو سجو دا بري خلقه بخلقه خود بل ما خلقه بينين داو خلقه بينين زور سپاس بودا ماموستا يوسف بوچوني تا گهشتن ماموستا كاك سليم بحسين دكت گونه هاوي كسي چي هكر خو برپرسي مالا خوش جميد او جنك اخو بتنه بن مادم ان بجين برپرساراتي دستي ويدا گونه هاوي چي شلاي آيني و رب العالمين چي عقاباوي ديكتن
هكر او كسا او نبي تنيه وي بر فرصات يا بيچيك ترشيش هميا جيب جيب كتب درست حتى تجهيتا فلا ماصر بلي همي مسؤول مثلا الوي او البندستي وي مثلا رئيس خزانة جنك مسؤولة خادم مسؤولة مدير دائرة مسؤولة يوي بتر مسؤولة حتى جهية سري هرمي طبعا هلك مسؤوليته وي ديف ويا وهب مسؤوليتها بوش بين مسؤولة خدي دي راستين توقفوهم إنهم مسؤولون ودي بسيار لكت ولا تو مثلا أف خزانة تهبو تهب خزانة شوه طبعا تبقى بوش بيه طبيعي الاعتيادية بخوبة بي حكم شعب چی چید بیت الاسره چید بیت اگر وی خلقی همیا ادا کر با واجب خود یعنی برانبری مال ادا وی وقتی مجتمع که جواک که گلا که یعنی صالح دا مهبی تبا ما جواک چی چید بیت جواک الاسره چید اسره چید بیت مالا چید بیت فهمی مسئول طبعا هر انسان حتی روشه که مروه که نویش کر ات مالا خودا بری خودای نویش ات کد نویش اکا گلا که بسرو بر یعنی رکوع و سجود خود تمام ناکد إنا أوي عالمي قد بيجت لقى ظلم أهله أبا ظالم أبو أهلي أخو إنا قلت بو وين بيشكر قلت تشكي أبا مظني وانا مالويش دي تشوف لك هذا وصل نبيجك بالوسكت شبتي طبعا يعني بركوع وبسجود وبخشوع أو مسؤولة مفروضة برنبري مالا خو نبيجك جامب كت دو خلقيوي تشوف لك دو شبتي بكت بعتيادي إذن هل إك جهة خودة مسؤولة وبرسة انسان مگوت اتا یه آوا یه آوا یه خود نیاز یه امام روز قیامت ها بیت قضیه کبرا بگه و امام روز حساب یا سرکرده یت اسلام یت اسلامت اعتراف بیت که تو یت دانی سرکرده ایکشوان تشته مهم رکیز مهم ایمان های روز حساب چکی ایمان انسانی روز حساب حیات دوایه دبیت هفسارک دبیت لیجامک اف انسانی اگه قدرت جی هبیت اگر مال و مروف و جیش و اوجی لپادا بیت خرابی پینا کد قرآن چید بیشت الذین این مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر همی بو آرد فساد ده گرید همی مفسد ده ده بحدود وان راستی نید بو چنکه ابی پیگره روشه که دفاع روشه حسابه فسركرده او انسان وكو امام في روجه نبيت جلك يعني زحمته حتى تبي انسان في كامل وبك صالح بلند يكيري القضيه الكبرى في حياه المسلم يعني امام روجه يعني حسابه فاف انسان وكو الشعور بيتكت لترابط مسؤوليته حتى اسلامت كده بيجي بيشتن جارك ابو حذيفه او ابو موسى الاشعري بيجي سي سلام هون ده بيغمبري دوشوان قلنا يا رسول الله ديتو اوك بدما ولايتك بدما ما جبت مسؤول ما جبت بالبرس إن قلت او انسان طلب كد في مسؤوليته في بلا في كرسيكي ام ديوي من عكين او منا كم شتسر كرسيكي چنكي چون اسر كرسيكي اغا وقت ما قلت بارا چون اسر كرسيكي ثقلا اسلامتي اعتراف بزعماتك فقط اعتراف برئيسناك اعتراف بملوكناك اعتراف بامراناك بس اعتراف بزعماتك زعمات اسلامتك داشتين ها بيجي بقى محتاج زعماينا ابنا محتاج كسيدينا بس زعما زعما اوا برسيد بيدام ملتي ويتيري بخود زعيم اوا تشيت السجنه بحياته اخو همي فناتك دام ملتي اخو رزقارك زعيم اوه اي برسي طبعا انسانه كي برسيه ملته ويدا تيري بخود بنوان زعما بجنوان اف انسان تاني ام ديگا به محتاجي وان نوع مروفان اوه اسلامتي طبعا اعترافه تيجد و سر كردت اسلامت كي داشي مقوطه تاشي وي وقتي طبعا عصر ذهبي دي دصفه كت يه خلقي يه شعبه يه ملتي روجه خود تعالى بوان تاجد مروفه كي سر كرده خوده بنياسيد روجا حسابت هزراوي بيت اف انسان معدنوي درز بيت نفسوي اوبا بيت سياسات ظلم بكارنينت سياسات استعلاء في الارض بكارنينت سياسات استخدام السلطة بكارنينت سياسات دزيه بكارنينت مثلا كنت بري خبت القرآن بحث بني اسرائيليات كان بني اسرائيليا يعني اكد بيجن صدها صالة اتبن ذلته بون خدي تعالى قائدك بفرق كد بيجن عصر الذهبي ويري تصبيكر قائد مظن سركردك ظلامك فريكر خدي تعالى علم وتقوى ودين وبواري داي بيشتن ملتي هو انقاذ كر والوي دمي دوي ميجوي وي تاريخ تصبيكر عصر الذهبي بني اسرائيل وبيشتن داوود هاد بيشتن سليمان هاد بين اقوى دولة في العالم او كيري تصبيكر سركردت صالح
سركردت خدام يعني إيمان سركردت كذا ناچه بيت سركرد متميز بيت حتى رنشنه متجارة دي إشارة دوية خبرك بو خليفة هات خليفة بسرمانة قوتي واليتا المصري وقت ترين تخوري وصا بالخو ودد وخلقه دي بالخونا ودد بوچه تو بالخو ودد على أساس أبا مسؤولة والية اوی تعمیمه که با همو اقالیم اسلامه گود ممنوع والید پالخو و در دیوانه لازم شبه عالم رین تخار خلچاوت رین تخار و چامی که تو لازم او ساتو رین یخاره امام عمر بی خان یک دید ناف همو خانیا پیچ یکا گیچه تیدا بی سپیکر بی فرق تر بو پیچ یک هر آخ بو آخ بو بله بله گوده او خانی که ها گوده اله امیریه گوده هرم پرفنده هر نوی خانی پر افن او بکر امیریه ناه تو بکر قیاده ناه تو بکر سرکرده ناه او انسانی وکی خو وکی ملت خو نجید او انسانی قیادت ربانی بجیتن بجیتن کیف انام مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة أبسر كده يا خدي بروردك لي أبي تزاني سر كردي ومسؤولية شيا بيجد شاوة أسنف ميتير ورخو دورت من هبن هندك إنسان طبعا يدبرسي وإنسان خليفة بسلمان وقت شو حجة قلت لبيك اللهم لبيك راست يا وكرجري قلت بو قلت وقت صادم ايك شرعيه تاخو مديت خانيك كي كوخكي بابو بارانا كي بيدشتن افدا فالبر بيشن ديترس مخدي بيشتمن كذبت تو دروت كي شفتو مسؤولي كذا الى اخره فليرا همو مسؤول همي بل بيرسن همي كذا توي اول بن دستي طبعا وان با مشاوي بحث كي بعصي ملائكه رو قلت يا يعني هر فلان مزگفتی دهو بیشتر نه نه ما مانگرتون و مظاهره بله 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 او جو او ملا و امثال تویجی طبیعی حقیقتا محنکا ما ظلم بو بی خلقی همیا بله خوب دمتو واجبه يعني ايكش بارسترين واجب السر ملتي سر شعبه واجب اركي مظن تقديم النصح للولاة دائما لازم نصيحتي كيف كان السر كرداب كانوا مظنة خب كانا لا خير فيكم إن لم تقولوا أو ما لا فرقنا كتنا بين يعني نصيحته ونا بين ثورة نا بين خروج مسلح كو إقراب الثورة مسلح أو فرقنا كت أو تفصيل تدا تقديم ما انجرتن ومظاهرة جرتن أو خوبيشاندان بس صورتك صورة النصيحة بولاتا بمسؤولة بسركردة بأنه ريبا شونا هنجو طبعا صحبته وتعاملها تعاملها حتى ديمو بل خلالك تدا وتقصيري كري هين طبعا واجب خو أنا أدانا كريا وهذا إنسان ما نجريت ومظاهرت كات ندجي في سركردية أو ندجي في وطنية أو مخلصتر في ملايات طبعا بيبو چونکه او سر کرده وقتی تهشار که دهشار بید وقتی هشار بیجی اول ویجی استفاده کرد ملتی جی استفاده کرد ایدن بارسترین و اشکراترین و واجبترین ارک سر ملت شعبه برانبری سر کرده نصیحته تقدیم و نصحله نصیحته لیکت نصیحته جی طبعا بشکلی بی مگوتا خطیبه سر من بری مفروضه بدری گود با شعب مظاهره مظاهره نمعنى ثوره مظاهره نه معنا طبعا تک دان حکمیه معنا به او اف انسان حق کیوی ناگهیته اتکت هوار و با سلطه جی باشه سلطه جی دهه تساره برنده نقلاتی جی مصحبت یعنی کل اختی نظام الملک سه عالم تان ندف ایک وقتی تا پیش و راد بید دانه سر کرسی که خو دوی دی همه دانه نویره اینا سوالی گوته بشه عالم گوته بله بشه عالم بس أبان بس دهولة دهولة قلتنا بات تينا دف منه ما تحيل مكد طبعا نظام الملك رئيس وزراء سي ملوك الدولة السلجوقي بي دولة السلجوقي دولة كبقوات بي وقت دا خزمتك زورة مظني كده طبعا بو إسلامي قلت أف عالم وقت تيت الظالم أبا مروبك تماما طبيبة عيوبت مني شامدت قصيرت مني شامدت عيبت مني شامدت
اف انساني هني اتزانم خيرامد بيتو خيرام ملتي مثل فبرندي از جهه خود دمي وزدان ما طبعا بس اف هر دو كي دي مضحك متكن يعني ازي لي مرتاح نيما ولو ملانا جسريك دمي بس هيك قيمتنيه كذا الى اخره فاف انسان تني البنك شورات بيجن فان طبيعي او اسلامت كي من ورا تناجن يعني صعبت شو تو تو جاب ما نغلطش صحبت كير يعني صحبت سرويري ما كير او انسان وكو تشيتو مهنوي كعالم ديني و تشيت وان خدمات دانيت بو انسان كي بو سلطه كي بو جهته كي بو لانه كي سعيد مسيد بيجنا انهم لصوص تعامل يتجلبكن كأنهم لصوص او نعالم او نملان او نا رسالة خو ادناكن او بيجنا وان لصوص بيجنا وان قطاع الطرق او انسان وكو واجب خو ادانكت رسالة خو ادانكت جلال جار مزقفت دي بيتا مسجد درار پیغمبري مزقفت امر كر قوتي بصوجن قوتي رسول دي شاسوجن محرابة نبيجت قوتي بصوجن او مزقفتي هات كدانان بو مؤامره لسن اسلامي امر جبريل مزقف صوت مزقفت يعني قدسية اخوي هي منبري قدسية اخوي هي بس وقت انسان چي تسر منبري وقتی بس بیت مداخود بیت طبعا وی وقتی نده او مالویش خراب کرد یا وی سر کرده جده خراب کرد بوچی مروف دین بیجید اگر خود تعالی سر کرده رئیسک مزنک خیلاوی فیا دهندک ملایت نصیحت کرد و چاک و بیتانک باش ده رخاکم کرد اگر بیراوی نه تا چاکی ده بیراوی این نه ده بیجنی حیاتتا یا گرده یا وی و ده بجن عزت رئيسي ويا السلطة ويا ده الصلاة ايد باحترام ملتي بوي عزت تنا وتجابك والعالم يصور كي خليك بيا سجن بقى كان جي ملك السلطة يا عزيزة ويا بنابة ويا بقوته يا بهزة وقت ملتي ثقة بها بتو عزت وان الدف ملتي مفروض ملا أمهمي في بجن بجن هوسا بربهرة أكلم بري خب دينا محمد الفاتح محمد الفاتح سلطانك جحيلك بإنسانك سلطانك جحيلك أبي مربيك هبي تقولني الشيخ شمس الدين آق بناء بالمناسبة الشيخ شمس الدين عالمك جلك مظن بو يديني وأوي بلي أبي عالم فرنسي باستير أوي كيمياوي أوي بلي وي 400 سالة كشف كل الميكروب أوي كتابك تشكي لي عنوانه مادة الحياة أبي إنسانها أبي الشيخ شمس الدين آق أوي طبعا بقول تتبري أبي فرنسي باستير أو عالم كيميائي ميكروب جرثوم يكشف كير يعني 400 سالة بريبي ده قبل طبعا بيجنوي يكشف بس نخيا و يعني عايدة أبي مرو بها طبعا ناصح بي وإنسان كي طبعا جال قائد بريبة كي جال سلطاني وعالم بو نصيحات ليت كير إنه توجيه داني وتربية كير وي توجيه كي بشيت قسطنطينية بكت يعني كنت بجيه عاصمة دولة بيزنطي بو امبراطورية رومي وقتي او چوي او جد دل چو چو جهادي چو قلت از ده چمت بن خيبت كو خوبا كسنه هنا دف من افا برا خوب ده عالمي برا خوب ده دوري عالمي برا خوب ده عظامت عالمي وقتي چوات بن خيبت كو خوبا قلت كسنه هنا دف من سلطان بخوها بيا سراب دت چونكي عالم وقتي قدر علمي خود جيرت سلطان دهت من عظم امر الله اظل الله من عظم امر الله سخر الله او اذل الله له العظماء تو وقت امر خدای گرن گری خدای تعالی مروی عظیم دی بوتا تسخیر کرد سلطان خود چو خیبتاوی دا سرادت حرس شیخی گوتا سلطانی گوتی کس نهید گوتی اجی سلطان ای حکمی 3 میلیون کیلومتر دنیا اید کد افریقیا و اوروپا و آسیا ای حکمی لید کد امبراطوری عثمانی نه وان طبو یعنی حقیقتا چه اجی نچه ما دفع به عالمی گوتی بخود تو جنا چی گوتی نهید خدا پاش نشه بچید بس چو پشت خیبت اوزا خنجر داه کنکتی و که بله خودت ایس سجده دا اینا زفری کیفاوی گلا گوتی اف سجده وی مرووی دف من تأثیر آوه پتره طبعا 300,000 جیشه و ام منصورین ده منتصر بین و بسر کرد برای خب ده پشت اینگی ها تا سلطان ها سرا دا شیخی دسته خورین اشتوکی داوه اینا خلکی گوتی یا شیخ اف سلطانه و اف اینجازه هنده مازن کری چه واتا دسته خورین اشتوکی داوه گوتی من سلامتیاوید وید حتی مغرور نبید
اسوس دستي خود دم بيد مغرور نبيد دا قبل خوب دستي خونه كلي دا حجمي ويل بربر زنبيد اس انسان كي طبيب ازل باروستيان با اك عالم ديني ابرو نصيحه السركردا ومسؤوله وبربرسا كربا طمعياوي القطعك ارضي نبا وباري نبا ونظام كنبا دي قبل دا محترم تربنو وزنيوان دا حتى دا فوانجي شكي رسالك عظيمة ادب كي مدحا ودهول قدكي او طبعا تو الزرار الوي جيت كي والملت جيت كي والخلقي جيت كي دائما تقديم كي زور جانا ما مستا از ديفي بسياري جين ما جانا بيتا دامي ما يتشيت بكورتيا كار بشي وما برسر داي بو چي يان ام بجين چه چه بوا كو خلقي ما يعني بيجين جيهانا إسلامي بزور بي نهمي بزور بي قالك دلخوشن بسر كردين غربي دي بيجدن وقتي يك بو سر كرده چند سالن خونة بورين كساك دي هيتو چيت ناف همي مروفة ده يعني ما قالك دي تينا بايسكل دي هيتو چيت يعني وقتي دمي بي خلاص بو هري ناف همي خلقي ده وچلي زيدة نبو وچلي كيم جي نبو قدر ورگرد باشا اسلامي افتشتي هو صاي مازن بو مهاطي اف عظمته بو مهاطي اف پیغمبره اف 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 قرآن او حتى داوي بو ما بخو درجه ور نگرد بو چی خلقه کی بیانی افرو کوي اوا کو جنابتت بجیتن پروردت کتون من بجین سرویت چیتن بو چی امو اناکی اسلام ابا صد ساله یا غایب سبرا اسلام انه المجتمعات الاسلامي دولت الاسلامي وقت تبجي دول اسلاميه ابا اخفناك تيتا گوتن تجاوزا حقيقه بنيه اب دولة الاسلامية بتو بحث كي طبعا نا دولة الاسلامينا نا نظامتون اسلامينا نا دستورتون اسلامينا نا قوانينتون اسلامينا نا بازرگانيوان اسلامينا نا اخلاقيوان اسلامينا نا جلكتون اسلامينا نا تحالفتون اسلامينا ابدا اسلام يا بريا الوي صعبته همية اسلام هنگي طبعا حكم اختي اسلام كر اف نمونات طبعا ما جيتنا حربا جل اسلامي هاتي كرم شتى الوسائل طبعا 200 سال حملات صلیبی سر عالم اسلامی هیچ نشان اسلامی جه خوب بن ابد لویس ملک فرانسا وقتی اخسیر بی کیر المنصوریه ات مصری وقتی اخسیر بی بشتینگی طبعا اکود بیجن فیدیه دا مال دا دربا بالمناسبه جین الهنگی او عز بن عبد السلام سلطان علما وی وقتی بوری بی عمروی 83 سالیه و چابتوشی هر دو کورن ببین بس عالم دینی بی اوی او طبعا معرکه اوی بسر ایخست اوی بگوت ناخو و اکود بیشن بوعز خو و بتجیع خو اوی او معرکه بسر ایخست حتی ملک فرانسا گرت ایخسیر و دیل 10,000 جندیوان یعنی معرکوان اگجاری تک ده او بی ملک فرانسا برده وقتی برده مقابل طبعا هنده کلویت زیری وقتی زبران دیجی علامك ثاني بي سي بي لا اله الا الله محمد رسول الله بي باكر بيوتار دوني شابدن دابزان عزته بسلمان طبعا اينوي وي وقتي مخطط لويس فرنسي لويس ينظم تشاندبو او كرغوتي نويبا منشينا بسلمان الا غزوه ثقافي بوبكين الا ششنا دماغي بوبكين اينا بيغا بيف عادات وتقاليد وتشتها طبعا بما فرد كرين اكي ابخوني كي بيرو بيت كر اكي تبري خب داي الصيرافي يعني كتعامل يا 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 يعني بولي دي قبي مثلا فرنسا دي بري خودي اكثر يا بي الصيرافة اسلامي يعني تعامل بنظام اسلامي كان يعني اكي تماشى بكي دي بري خودي افرو عالم چاوي بري خود داتا اسلامي افرو سجناء نزلاء السجون امريكا هیچ علاجک نیه غیر اسلام ده برای خود ای هزارات ها ای نقل بن دینات که اید بنه انسان عاقل پشت اینگی آن اجرامه اید بنه انسان مصلح و اید بنه دعات و اید دنیا اید کبن ایدن نظام اسلامه حکم اسلامه دستور اسلامه ای غایبه چنابید کس اف تصرفات اف خلکت کن تو اف حکامت کن و اف مسئولت کن تو او انسان پال داتا اسلامه نخه اسلام شبت وی اختمه طبعا صعبت سر کرین اندلوس هست سال حکم اسلامی لیبو هست سال اوان نور و روناهی بو عصر طبعا بو اوروبا عصور الوسطى اوان بو گرد حاکم اکات آخر الایام حاکم اکات تمثیل اسلامی نکرد هست سال اوان اسلام پیروت کرد غرب بخوبود کمان ایک هاب به انسان اک طبیعی دیف هوای نفس خو کرد
ابا حاكم اشبيليا بو وقتي دا نابي معتمد بن عباد بو جنكاكا فرنسي بو خوخاص نابي رميكا بو يا فلا ورابي مال ملتي كومكر بو قصرك اوباك قصرك مرمري يا شفاف خلتي قوتي تبو بمالي صرفك سربيا بنا شي بيت كذا جنكاوي قوتي مدفيت اس تقليدا جنكيت قنداب كم رابي اخ نقل كر طبعا مروف انا جنود وعسكر اخ نقل كر او اخ رابي هبير كر مسكو عمبرا وقوتي جنكاكو سرهرا طبعا ابي انسان قصروي بري خدا قصروي حفته جاري طبعا تيدانا چار جن هنه مال ملتی همی کشه بنخو دنیا همی ویران کرد ملت هیلا جیش هیلا صحبت هیلا ملت برسی کرد ملت ازلال کرد ملت کده اینا دایکاوی بخو چودف گوتی اوه تو دین بویه کسوس حکمینا کرد گوتی الحکم جدون و امانتون و سهر هنگی که حکم جدیات که و طبعا اكو بيجن امانته هشياربونه هشياربينه ظلامينيه اعماره تو چاو حکمیت کی بلهوی مالکوم کی نه کدا د تو مال خو ایران کی بس مگو ته تای چی ته سر کرسی کی زی نصیحت نه ور گری طبعا بین خلق را خود درا بین عالم کی تصابت قوتی عالم کی بیشت تو ما شاء الله اذا نا نازفرت حتى اخر لحظه امر بها نازفری با اینا او بی دجمم سر ده هات گرت وقتی گرتی بر ارمادا کرت سجنیبه دایکو وسر چ سر ده بر خود اتکتا گیری اینا دایگوی گوتی نمیگوتا دا حکم نیارینا نه دزیا ماله و نه گندله و نه بینایت تو سرت آواکی آو نه رسیده تو مال ملت براملی رامل نه حکم نه بیا حکم تشتکی دیا مگوتا تا بس گهتا دا نچو توی سکران بیب کرسی که ایدن اف عبارت تا گوز دیگوی مؤرخ حمید یعنی یا معروفت عبارت که تیغیه گوتی ابکی مثل النساء على ملك لم تحافظ عليه مثل الرجال گوتی دب که گیری و سجنه و شبت جنکا سر ملکه که تنه پارست و تنه زانی بخو پاریزی اوه ها تو مستحق و هجیوه ایدن وقتی اسلام بید وقتی دین اسلام بید وقتی نظام اسلام بید تشته و طبعا نابید اوه بگو دیو غربی چن اوه دیو غربی جینا چن اوه طبعا اسلامی هیلای نبینه تشته که دیجی غرب بگو حکم غربی دا چهار ساله دی انتخابات کرد پشتی چهار سال احتمالا دو یعنی خوله دو جارا هست سال حکم بکرد پشتی که دیشتا مال خوشتا نه بیستان که خو و دی یک کتی پایسکل خو سیاه بود ثابت کرده الی آخری دی باشه که این طبعه غربی بین دی این جیوه کیو هم کنه ما دو چهار سال هم پنج سال پشتی اینکه هر نه مزرعه خو حیات خو بره و بنشبت برو و بلا عالم قستواب کرد و هر نه تاریخ دا نیابه تقلید غربی جینا کن چه تشتبه اگه تقلید غربی کرد با دو این نسل سره خو مشکلی نیه بابو چا یعنی اگه مگوده در فتره حکمی پشتین که هره مال آخر نخاره ال سر کرسی که مستعده آگری دنیای بنید مروف بنید یعنی همین بس یعنی ایده نه اسلام ها و نه غربیت جی نه غربیت ها خوزی شبت غربی بانه جاره که ما صحبت کرد نه غربی دولت آسیایی فلپین مثلا مارکوس رئیس حزبه اوش وقتی که هاوسا چو سر کرسی که دلیوی چو هنده مال بواسطه تجارت با دستخوه خست مال ملتی پی حسیان ملت پی حسیان چند میلیون اک پار ملتی دزی اینا رأسا مظاهره کرد اینا مارکوس روی طبعا دولت اوی هر روی چو غربی وقتی چو غربی مال ویره طبیه پشنگی مر وقتی میری اتصال سفارت مانیلا بکر قلت يا بي مري رئيسي يا بزبر النبا قلت يا حتى بسيارة شعبية كين بسيارة شعبية كين قلت يا بي دزيل من التي تكرين بيستو ايك مليون والله قلت يا طالب من اين النبي اخي هي يسان يعني يا بي صعبت خوزي قوه قدا با غربي جي خوزي بابا اسلامتي هيت شده قوه قدنا غربي اما ما بس هو صاين يسان مامستا ايك دقيقة هكرتا بيوكا قرت حبيت شي كرم كي والله ما دائما الدين النصيحة دين دائما نصيحته وأدبنم دائما إنسان يعني علماء بالذات أو أداة إصلاحنا وأدبنم عزته وانو سركتنا وانو بلنده يوان طبعا يب حقيبة جريداية مفروض أول سروان من برا حقيبة بدني وي وقت دي بنا خزمت كار بو ملت خوجي بو سر كردت خوجي بو هميان أف إنساني ها أف مروبت ها أفي سلوكي بهل نبي من ما قولي هنجيت إنسانك تاغذيت
إلا يغازنده الملاد كد جالا كيتان در سيد امام ناشين خطبا اي باشا تو چه سوي من بلي كودا عالم اصلاح كي عالم بريب ده خو عالم نغراجي قوته ده انسان تا براختي چي تا خطبه خطبه اطمئنانه ده چي تا احتمال ده امام كي بينيد ده بحث طغيانه كتو ظالمي كتو نهاية تاوي كتو غندلي فس ده بينوي هيد ده چي تا ويري بلي خودا ده او بخول سلوي من بلي دهول اوید ده اوید که دهولت قطید بو انسانی ایدن ده مالویجی میراد بید ایدی مزگفت ایج دیرا بید ایدن خزمت دینی و سانایت کرن خزمت سر کرده و خزمت ملت اوید تو حقی پیغو کهی بی وقتی ده محترم بیجی و ده بیا وارس پیغمبر آجی چنکی افاخبنی هی دو جین اکا فسدین ملت همی ده غرقی ده العلماء والامراء اكاب هل دو جينا فسد واداء واجب اخونا اداكر خلاص اف ملتها خاطره خولي بخازه يدي كتابي ما مستاذ زور زور سپاس بجنابه تا كتو ميفان بوي گلما رونشتن گلتا جيه سرفرازيه زور زور سپاس بله بینن نهجا خوشتوی بچند ام گشن دیمو هيكا خلقا بروك هوا برنامه هوا روشان ایفا روادینان هیوید که مشیابید پیچه خزمت هوا این برسکین حتا مهینو خلقا قادی جرچاب دیریا خدای مازن دابم خادره